السلام عليكم، كي دايرين؟ مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. كيف كتشوفوا اليوم غادي نصيبوا الكيك براونيز، كيجي لذيذ جدا وهائل وهشيش، وما نقول لكمش عليه. الا درتوا هذه الوصفه غتبقاو ديروها ديما. انا هذه الوصفه اللي كان كيعجبوا بنياتي وكنديرها اليوم. كنحتاجو في المقادير ديال هاد البراونيز 3 البيضات، 2 خمارات د الحلوى 7 أو 8 غرام ماشي مشكل، 2 د الفاني، نص كاس حليب بارد، 170 غرام ديال الزبدة رومية ماشي نباتية، 170 غرام ديال الدقيق الأبيض الممتاز، 7 معالق كبار ديال الكاكاو المر، و 7 المعالق ديال السكر كلاصي كبارين، قرصة ديال الملحة، و 100 غرام ديال القرقاع أو 200 اللي بغيتو. دابا غادي ندوز للطريقة. غادي ناخد 2 جبانات كبار أو دوبول، غادي نفرق فيهم الصفر على الابيض، وحده ندير فيها الابيض وحده ندير فيها الصفر. غادي ندير معاه واحد القريصه ديال الملحه ابيض البيض ونضربو حتى يولي بحال الثلج، ونخليه على جنب وندوز غادي نضرب الصفر بالبيض ونزيد عليه الفاني، من بعد نضيف الزبده وتبعوا معايا اشنو غنضيف من بعد. خليط الزبده مع الصفر البيض حتى يولي عندنا بحال شكل الكريمه. من بعد غادي نزيد عليها المقادير اللي بقاو لي. تبعوا المراحل وغادي تشوفوا راه كيجي. دابا كنضيف خليط كاكاو مع الكاكاو مع الحل مع السكر الصغير وكنغربلهم، ونزيد داك نص كاس ديال الحليب، نخلط مزيان حتى ينسجموا.
نزيد عليه شويه من هذا الخليط شويه بشويه حتى ينسجموا مع بعض، وعاد نكمل باقي المقادير. كيف كتشوفوا انا ضفت الدقيق مغربل، وغادي نزيد عليه الخميره. من بعد يبقى لي القرقاع نديرو هو التالي. كيبان لكم شويه ثقيل ودير بحال الكريمه، ما يهمكمش لان الزبده ملي غتدخل الفران راه غادي يعني يذوب ما يبقاش هكا ثقيل الخليط. دابا غادي ندير القرقاع صافي ونخلط عليه شويه ونديره في الطاوه. غادي ندخلها دابا الفران على درجه حراره 150، يعني تبقى ثلث ساعه 20 دقيقه صافي ونخرجوها. ها هي دابا بعد ما خرجات كتشوفوها كيف كتجي مشققه، واخا تكوها بشي عود او بموس وتلقاوها شي شويه مويه من الداخل راه هكا كتكون ماشي مشكل. من بعد غادي تنشف يعني نشف الشكلاط ونشف الزبده وكتجي هي هذيك. هانتوما تشوفوا دابا باش نقطعها المنظر ديالها كيف كيجي من الداخل. كتجي رائعه ولذيذه جدا، كنتمنى انكم تجربوها وبصحتكم، وراه غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم، وعلاش لا ما ديروهاش حتى للضياف ديالكم تحمر لكم الوجه. يمكن لكم تزينوها بالشكلاط دايب وترشوا فوق منه القرقاع.
او الطريفات ديال او انصاص القرقاع، انا فضلت نديرلها غير سكر ثقيل هكا باش كتبقى خفيفه ظريفه. ونهاركم مبروك، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله مع العجينه السحريه اللي صالحه للبيتزا وجميع المملحات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا لكم على الاهتمام وعلى دخول القناة ديالي.